السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبي دوس، والدرس 45 من دروس قراءات باللغة المصرية القديمة، الخط الهيروغليفي. أنا في قطاع وزير، دي المقصورة بتاعت وزير. دخلت جوا على إيدك اليمين في ثلاث مقاصير. هتكلم شوية عن الهيروغليفي، عشان كده هيحصل معانا حاجة في نصوص أبي دوس. دعونا نتفق ان اللغه المصريه القديمه بخطها الهيروغليفي بتتكتب باتجاهات مختلفه، من اليمين الى اليسار، ومن اليسار الى اليمين، ومن فوق لتحت، وفي بعض الاحيان النص من تحت لفوق، زي لما بيكون مكتوب في كولمز، يعني اعمده كتابيه، وساعات بيكون من النص ويرجع يجيب النص من الناحيه الثانيه، زي الحاجات اللي في اللي موجودة في مقابر وادي الملوك، وبعض النصوص اللي في البرديات الدينية اللي لها تعويذ وتراتيل، لتحوى على تراتيل وتعويذ. هناخد أمثلة بالنصوص، مثلا من اليسار لليمين، كأي مدخل باب انت زي كده، اتجاه القراءة يبقى على يمينك على يسارك وهكذا. نبص للاتجاه بتاع القدم، طبعا كده الكلمة دي يا أخوانا كلمة سباع. سباع لوحدها نجمة، لكن لو جت وراها مخصص البوابة بتدعى أو تسمى بوابة، يبقى معناها يتغير. سباع اللي هم حتى جت منها كلمة السابئين، عبدة النجوم. فكلمة سباع هنا معناها بوابة، لأن المخصص غير المعنى. من معترع، يعني بوابة من معترع سيتي الأول. عاحتبت إم بير أسد، اللي هو في بيت إيزيس أو في مقصورة إيزيس أو معبد إيزيس، لأن المقصورة دي للإلهة إيزيس. عشان تعرف مين صاحب المقصورة في أي مكان تدخله، تبص على الحيطة المواجهة ليك في وش الباب. يعني انت بمجرد انك انت واقف من بره المقصوره كده، تعرف مين صاحب المقصوره، لان المنظر الرئيسي ليه. فكده احنا خدنا مثال من الشمال لليمين. الناحيه الثانيه هتقرا الهيروغليفي من اليمين للشمال، برضو كلمه سيبا بمعنى بوابه، من معترا حتبت برضو بر امبر اسد، في بيت او مقصوره ايزيس. في المثال اللي بعده ممكن ناخد نص من اللي جوه ننوع في نصوص كتيرة. مثلا بص النص ده اللي عند إيزيس، مثلا كلمة دي إن إن إك، الكلمة الصيغة دي في الماضي، معناها إن أعطيناك. سنب الصحة، نب كل الصحة، أوت إيب نب. فالنص هنا من فوق لتحت، المعنى هنا بيقول لك دي ان ان اك سنب نب اوت ايب نب، بمعنى ان اعطيناك كل الصحه وكل السعاده في القلب، اللي هو الاوت ايب افضل ترجمه ليها راحه البال. برضو النص يعني كانه ديالوج. هنا سيتي، من غير ما تبص على النص ممكن تعرف، عشان النو جارز دي اللي بتحتوي على الارب اللي هو الواين، والواين رمز لدم وزير. طبعا هنا ريديت اللي هي عملية الإعطاء دموين، ريديت إرب إعطاء الواين، إن موت إف لأمه، آست إير إف دي عن يقدم أو يهدى. كلمة إير أخوانا الفعل ده جولدن فير، زي كلمة جت في الإنجليزي، معناها يترجم على حسب سياق الجملة، هو معناها يعمل أو يصنع، ولكن لما يقول لك إير إرب يعني يقدم النبيذ، لما بيقول لك اير سينيتشر اللي هو البخور، مش معناه يقدم البخور، هنا يحرق البخور. يبقى الفعل بيدي معاني كتير على حسب سياق المعنى، فهو ده فيرب مهم اللي هو تلقاه العين. العين معناها اير، معناها يصنع يفعل وهكذا. فخدنا كده ثلاث امثله، وفي بعض الكتابات اللي موجوده في نصوص اخرى في اللي هي في بعض المقابر، والنصوص الدينية بتكون من تحت لفوق. النص هنا بسيط برضو، اللي هو اللقبين بتوع سيتي الأول، نب تاوي من معترا، ونب خعو سيتي مرم بتاح. وعليت نترجم نب خعو لما يرجعها في الفورمولا بتاعت الصياغة بتاعت اسم الميلاد، معناها سيد الإشراقات وليس سيد التيجان. سيد الإشراقات يعني لما
نور وجه على الدنيا، الدنيا نورت وأشرقت، يعني هل هلاله بمعنى. جد مدو ده طبعا التركيبة دي معروفة، جد مدو إين دي كلها على بعض الأربع تشكيلات دي، جد اللي هو العصاية، جد اللي هي التعبان، وبعد كده مدو العصاية، بعد كلمة إين قيل هذا بواسطة مين؟ آست نبت بت سيدة السماء. هندخل عشان في نصوص أبيدوس بتتميز بحاجة، لو أنت ماشي اتجاه القراءة الاتجاه بتاع الشكل وتاخد العكس بتاعه، يعني انت على يمينك البومة مثلا تاخد بعكسها كده تقرا الناحية التانية العكس. النصوص في لما بتكون كولم زي ده مثلا، تمام، اتجاه بتاع الكلمة اتجاه مثلا هنا هناخد ايه الار مش واضح، الدي ده مش واضح، لكن وضحت معانا اللي هي الجزء العلوي من نبات الريد اللي هو البوس، اللي هي كلمة إيه مش ريشة دي، تمام، الجزء العلوي. فإدان الاتجاه القراءة يبقى كده، أنت حتى لو في كلمتين جنب بعض هتقدر تقرأ كده. لكن نصوص أبيدوس بتتميز هنا في بعض في المقصورة وبعض المقاصير الأخرى، وبره في مثال لنص قدام وزير قبل ما تدخل الصالة الأولى على إيدك اليمين، أقصى إيدك اليمين عند المنظر بتاع وزير، بيجي تركيبة الاتجاه بتاع الكتابة مثلا هنا ريديت، انت كده هتقرا من فوق لتحت، ومع انك هتقرا من فوق لتحت لو كلمتين جنب بعض لازم تعرف مين الاتجاه القراءه يبدا زي بعض ينزل لتحت. لكن هنا في تمييز لنصوص أبيدوس، اسماء الالهه بتقلب، يعني ايه بيقول لك عكس عكاس، يعني هنا دي حاجه مهمه في أبيدوس يتميز بها هذا المعبد، الالهه كانه بيعمل لك فوكس عليها ان هو بيعكسها، يعني تمييزها بيميزها مش بيمشي بنفس القاعده. ريديت إرب تقدمة النبيس إن آسد، كرسي العرش اللي انت شايفه في الاتجاه ده مفروض يتقلب، لكن هنا عملها لتمييزا اللي هو اسم الإلهة بس. وهناخد أمثلة تانية، موت نتر، هنا تقديم للتبجيل كلمة نتر مش نتر موت، لا موت نتر أم الإلهة عشان هي طبعا أم حورس، إير إف دي عنخ ميرا هو اسم مفروض احنا ماشيين كده، لكن راع تقديم للتبجيل فخدناها بعدين تبقى ميرع، يبقى النص هنا ريديت إرب إن آست موت نتر إير إف دي عنخ ميرع. فما تقولش هنا الفنان غلط ومشاش بنفس المنوال أو بنفس النظام وعكس النص، هنا برضو نفس النص بس ده ماشي عادي كلمات عادية اللي هو كلمة الصا، والصا دي أخوانا هي اللايف جاكيت، اللايف جاكيت اللي هي عارفين طبعا اللي هو اللي يلبسوه لما بينزلوا الميه، فكلمه صا معناها الحمايه، وبتيجي بثلاث اشكال مختلفه، الشكل اللي ده اللي بتوقف عليه الالهه تاورد تحت ايدها الهه الحمل، في برضه الشكل الثاني القرد في العصر البطلمي، وبتيجي مع اللي هو عامله زي ام 44 الشريطه ممكن الاقيها هنا في النص، ما اعتقدش هنا حاجه قريبه ليها بس ممكن اوضحها في فيديو اخر. فالصا معناها حمايه، عنخ الحياه، بعد كده الجد الاستقرار، بعد كده الواص اللي هو القوه والسلطه، خائف اللي هو خائف خلفه نب، يعني ايه معناه هنا كل الحمايه والحياه والاستقرار والسلطه من خلفه ميرع، وهنا كده ما راعت كتبت الاول بعدين مي، لكن لازم تجيب مي الاول وبعد كده راع ده تقديم للتبجيل. في عندنا النص ده مهم زي ما احنا قلنا، عكس شكل الإلهة موت تمييزا لها وهكذا. هنا برضو اختصار، يعني بيقول لك ايه هنا واس سنب ان، كلمة سنب كتبها كاملة، بص كده سنب دي حرف الاس وبعد كده حرف الان اللي هو الموجة راح عمل له تاج احمر، فهنا واس سنب كلمة سنب عملها ثلاث حروف ورا بعض عشان يحافظ على الشكل الجمالي وما فيش مساحة، خا اس خلفها نب، يبقى كل السلطة والصحة من خلفها مي، كلمة مي كتبها هنا بالحرفين كلمة مي وري ومعها الحرف الإي، مي رع جت للأبد. وهكذا في نصوص كتير بيشتغل عليها المصري القديم في النصوص اللغة المصرية القديمة بالاتجاهات المختلفة.
محمود الطيب، شكرا.